بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم قناة تفسير أحلام والرؤيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤى أو أحلام لو شفناها في المنام فنبشر بسماع أخبار سارة، أنباء مفرحة، تحقيق بشارة لينا. أول رؤية أو أول حلم لما نشوف إن في حد بشكل صريح بيبلغنا بخبر، سماع خبر في خبر مفرح في المنام، أو أشوف شخص قريب مني زي الأب أو الأم أو الأخ أو الصديق، أو حتى أنا يعني لي مكان عندي بيبلغني بخبر، فمن الرموز المبشرة بسماع خبر سار. كمان لما اشوف بطريقة بقى غير مباشرة ان اشوف ان في حد بيبارك لي او بيقول لي مبروك او بيهني لي او بيبعت لي كارت تهنئة او كارت معايدة، دي برضو كلها من الرموز المبشرة بسماع خبر سار او خبر مفرح قريبا. كمان من الرموز او الرمز التاني وهي رؤية سماع الزغاريد وسماع الزغاريد في مكان يكون بعيد، فبرضو دي من الرموز المبشرة للشخص بسماع اخبار سارة. كمان من الحيوانات اللي بتبشر الرأي بسماع اخبار سارة هي رؤية الطيور بشكل عام، وبالأخص رؤية الحمام أو رؤية اليمام أو رؤية الهدهد أو رؤية العصافير، كل دي من الرموز اللي بتدل على سماع أخبار سارة، خصوصا لما أشوف إن الطيور دي بتطير وإن هي جاية وقفت على البيت أو وقفت على الشباك بتاع أوضتي أو جاية عليا، فكل دي من الرؤى اللي بتدل على سماع أخبار سارة. كمان سماع صوت العصافير اللي هي زقزقة العصافير، فدي برضو بتكون بشارة بسماع خبر سار. كمان من الحيوانات وهي رؤية الشاة، السمينة، أو رؤية كمان رؤية الحصان، دي برضو من الرموز اللي ممكن تدل على سماع أخبار سارة، يمكن خاصة بعمل أو خاصة برزق أو خاصة بزواج. كمان من الرموز المبشرة بسماع أخبار سارة هي رؤية المأكولات بشكل عام أو الأطعمة، سواء شفنا إن احنا بنعمل حلويات أو لحوم مطبوخة، فدي برضو كلها من الرموز اللي بتبشر بسماع خبر يمكن خاص بزواج أو خاص بمناسبات سعيدة. كمان من الرموز برضو لما يشوف الشخص الأسماء كل ما هو يحمد من الرموز اللي بتدل على سماع خبر سار أو سماع خبر مفرح، زي مثلا أحمد، محمود، حمدية، حميدة، أي اسم من الأسماء المتشقة من الحمد بتكون بشارة بأخبار سارة، أخبار مفرحة. كمان أي اسم منشق من كلمة مبروك برضو من الرموز اللي بتدل على أخبار مفرحة. كمان من الرموز اللي بتدل على السعادة أو الأسماء المنشقة من معنى السعادة، معنى الفرحة، كل دي من برضو الأسماء اللي بتبشر بسماع أخبار سارة. الرؤية اللي بعد كده أو الرمز اللي بعد كده هي رؤية الترقية. رؤية الترقية في العمل من الرموز المبشرة بسماع أخبار سارة، خصوصا لما يشوف الشخص أو الرجل أنه اترقى في الوظيفة بتاعته، فبشارة لي بسماع أخبار سارة. وكمان من الرموز اللي بتدل على مكانة وعلى علو شأن لي الرؤية. الرمز اللي بعد كده رؤية المأذنة الخاصة بالمسجد. رؤية المأذنة الخاصة بالمسجد برضو من الرموز اللي بتدل على رفاهية وعلى حظ سعيد، وكمان بشارة بسماع أخبار سارة، خصوصا لما يشوف ان المأذنة عالية. كمان من الرموز اللي بتدل على رزق ورزق واسع للرأي، خصوصا لما يشوف انه بيبني مأذنة.
الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الشخص انه او يسمع صوت التليفون، رنة التليفون، بشرط ان يكون سماع الصوت رنة التليفون ما تكونش مزعجة او ما تكونش سببت لي ازعاج. سماع صوت رنة التليفون صوتها حلو بشارة برضو بسماع اخبار مفرحة. الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية التبول، وبالأخص رؤية التبول على الملابس. رؤية التبول على الملابس أو في الملابس برضو من الرموز اللي بتدل على سماع أخبار مفرحة أو أنباء سارة في القريب. كمان لما يشوف الشخص ان الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص ان في حد بيبلغه بخبر، خصوصا لما يشوف ان في شخص متوفي. رؤية شخص متوفي جاي بيبلغنا بخبر سار، فمن الرموز برضو المبشرة بسماع نبأ مفرح. الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية تزيين البيت. اما يشوف الشخص انه بيزين البيت او بيحط زينة في المنزل او في البيت بتاعه، فده برضو من الرموز اللي بتبشره بسماع خبر مفرح. كمان من الرموز رؤية نشارة الخشب. رؤية نشارة الخشب بالأخص نشارة الخشب الملونة. رؤية نشارة الخشب الملونة بشارة بقدوم فرحة وبقدوم سعادة، وكمان بأخبار سارة الرأي هيسمعها في وقت قريب. الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص انه بيوزع او بيخرج صدقة، وبالأخص لما يشوف انه بيخرج تمر. لما يشوف الرأي انه بيخرج تمر كصدقة في المنام، فبرضه من الرؤى اللي بتبشره بسماع اخبار سارة، كمان من الرموز اللي بتدل على فرحة قادمة للرأي. الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه بيوزع حلوى او بيوزع كيك في المنام. توزيع الكيك في المنام برضو من الرؤى اللي بتبشر الشخص بسماع اخبار سارة. ده كده باختصار اهم الرموز اللي احنا ممكن لو شفناها في المنام فنبشر بقدوم بشارة او نبشر بقدوم انباء مفرحة او خبر سار. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت، انا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.